افتخار واخذ العبرة من تاريخنا. اول نوفمبر جعله هو يوم الشباب في افريقيا، نظرا لكل التراث التي تركته بالنسبة لتصفية الاستعمار والقضاء على الميز العنصري. وكما لاحظتم الشباب الافريقي مرتبط ومنوه باثار الثورة الجزائرية على افريقيا بصفة عامة. انا قلت في كلمتي بان بيان اول نوفمبر هو بيان حقوق الانسان، بيان حقيقي لأنه يتكلم عن الحرية وعن العدالة وعن الكرامة الإنسانية. بينما هناك بيان 1789 تاع فرنسا اللي يتغنوا به كثيرا بأنه هو حقوق الإنسان وإلى آخره، نحن شاهدنا ما هي حقوق الإنسان طيلة 1830 إلى 1962. شاهدنا الجرائم ضد الإنسانية، شاهدنا جرائم الإبادة، شاهدنا جرائم الحرب، شاهدنا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. إذن فلا يمكن أن يتغنوا لنا ويبيعوا لنا سياسة حقوق الإنسان. نحن نعرف الكلام المزدوج، ما هو موجود في نصوصهم وما طبق علينا. إذن في الجزائر ماضية في احترام ما تركه الأباء المؤسسون في بيان أول نوفمبر من تمسك بالاستقلال، وبالتالي في الجزائر لن تقبل كما قال السيد رئيس الجمهورية كل من يريد أن يتدخل في شؤوننا الداخلية. نحن أمة ودولة دفعت الغالي والنافس لاستقلالها، فلا يمكن أبدا أن نسمح من يتدخل بشؤوننا. وبالتالي فلنقول للآخرين الذين يحاولون يعني بكل المناورات من أجل التدخل والتأثير إلى آخره، أن سلاحنا هو التفاف شبابنا والتفاف شعبنا حول قيادتنا السياسية، حول جيشنا الوطني الشعبي المستهدف من كل العملية. وسوف نكون يعني عندنا حسن ظن الشهداء لما نحافظ على هذه التركة، نحافظ على بلدنا ونتقدم إلى الأمام ونحارب بصفتين يعني قوية كل محاولة التدخل الأجنبي وكل محاولات يعني التشكيك في ماضينا في تاريخنا التي هي محاولات يائسة لن تأتي بشيء، بل تزيدنا عزما على التمسك بالجزائر وبمبادئ النوفمبر الخالد.